خلينا نمشي مع حميد خاطر الى حد الان اللي انا مش فاهمه حميد وما نعرفش كان انت باش نجم تفسره لنا كما يلزم انه يعني حجم الاموال الساعه اللي نحكيو عليها ثم كيفاش ناس تعطي فلوسها من غير ما يكون عندها ضمانه نتاع حتى شيء، من غير ما يكون عندها كونترات، ومن غير ما يكون عندها وثيقه، من غير ما يكون عندك حتى شيء. حميد احكي لي انت كيفاش صارت العمليه؟ باهي، انا في الاول نعرف سواقمان من 2012 ومغروم به ومعجب به وحاب نولي كيفه من الجانب المادي. معناها مشيت تفرجت في اللايف اللي يعملوا واي حاجه اللي يهبطها نمشي نتفرجها، ولقيت باللي حكى على نسيت اللي اسمه هو موقع استثمار في العملات الرقمية كيف البيتكوين والكل. دونك مشيت حكيت مع السيبور نتاع السيت، قالوا لي باللي إذا حبيت تستثمر فلوسك كلمنا وعطينا فلوس وحنا نستثمروهم لك. أنا شفت الحكاية صعيبة شوية وشميت فيها أنه ممكن تكون نصب واحتيال. قلت لهم أنا مغروم بسواقمان، وسواقمان قال باللي نحن ما نعملوش استثمار، نعملو كان دي كونساي. قالوا لي ميساج تنعدي لك سواقمان واحكي معاه. مشيت حكيت مع سواقمان، استقبلني في الانستغرام وقال لي مرحبا بك، وتكلمت معه بالفيديو مطولا اكثر من ساعه، وقال لي في اي ابعث لي فلوس في اقرب وقت، وخاطر العملات الرقميه عاملين بوم وعاملين عاملين ارتفاع كبير، تستغل الفرصه وبعث لي فلوسك. قال لي ابعث لي 30,000 دولار وقتها 4 بيتكوين، وبعث له انا 13,000 دولار، وكان يسال عليا في اي لحظه يقول لي شنو تاكل، شنو تعمل، شنو اي. يا حميد تو كي تبعث انت فلوسك، تو انا باش ابعث فلوسي باش نستثمرهم، معناها سيدي تاتا انا ابعث فلوسي كيما جاي، ما طلبتش وثيقه، ما طلبتش ورقه، ما عندكش عقد، كيفاش واحد يبعث فلوس؟ كيفاش عملت معناها في بعثين الفلوس؟ بعث له فلوس ديريكتومون خاطر انتق فيه ومعجب به من قبل، خاطر ما فماش مشكله، هو انسان غني تو دونك تنجم. يعني انت علاقه الاعجاب بين ظفرين وانك حبيت تولي كيف وكذا وشفت انه عنده برشا فلوس خليك انك تعطيه، معناها من غير ما تفكر ياسر في الامور، ما غير ما نفكر وما غير ما الشكلي ما نخمم نقول باش يقلبني. وهو ديجا عنده 2.5 مليون دو فان وفيريفي الفيسبوك نتاعو والانستغرام وكل شيء، معناها بالرسمي، مش يعني فو بروفيل ولا، هو بالرسمي وحكى معايا وشفته وزيد عنده بليزيور فان. بعثت الفلوس نتاعك اكزاكتومون، بعثت. شنو صار من بعد؟ بعث له الفلوس. هل بعثتهم باسم شريكه الفلوس حميد؟ لا، بعثتهم له بيرسونيلمون، معناها في الكونت بيتكوين نتاعو الادريس، وبعثهم له وكان يقول لي في اي زيدني حتى تولي 30,000 دولار. بديت نقول له ما عنديش، قال لي ما يسالش تنزيدك من عندي ونستثمر لك فلوسك. بعد مده قال لي فلوسك بدات تزيد ويلزمك تخلص اكثر. ابخي دخلت في شكوك، قلت له رجع لي فلوسي. قال لي بدا يسب فيا وبدا يقول لي انت مش راجل وكيفاش تعطيني كلمه فوالا. دونك بدا يسب فيا. يعني كي قال لك فلوسك جبت فلوس هذيا بهالعمله هذه وكذا خاطر تطلع في البورصه نتاعها وكذا، قال لك راهي جابت برشا فلوس ودونك باش تحب تجبد منهم يلزمك تزيدني فلوس هكا، تزيدني فلوس اخرين. اما شو قلت له انت؟ قلت له ما عنديش. قال لي ما عطيتني كلمه وخليتني انا نحكي مع الشركه وعندنا دي بروفيسيونيل يخدموا، طيحت كلمتك مع الناس معناها وعطيتني كلمه. قلت له رجع لي فلوسي. قال لي ما يسالش نرجع لك فلوس كما هي، اما لازمك تستنى، لازمك تكونتاكتي لو سيت معناها اللي تعديت عليه اول مره اللي هو نتاعو مدير، هو بيدو مدير في السيت. هي يا اخي رجع لك شي، رجعوش الفلوس. بعثوا لي ايميل اوفيسيال قالوا لي يلزمك تستنى 82 يوم 82 جور. قلت لهم ما يجيش، ومشيت حكيت مع سواقمان قلت له ما يجيش هكا في اقرب وقت. دونك قال لي لا تستنى ولا معناها سبني. ايوا وفي الاخر، في الاخر حميد رجعوش فلوسك؟ بلوكاني وما رجعوش فلوسي، وما نجمش زاد نحكي معاه خاطر وما نجمش نشوف لي ميساج القدم خاطر بلوكاني. فلوسك اليوم ما رجعوش؟ ما رجعوش فوالا. قديه عندها الحكايه؟ من اكتوبر ونوفمبر معناها اكثر من 7 شهور تو.